مفيش كلام على السوشيال ميديا إلا على الشاب المصري ومراته الروسية، اللي كل اللي شافهم قالوا مش هيكملوا مع بعض ومش هيعرفوا يتأقلموا. هو مصري وسماره مصري وهي روسية وبيضها روسي، لكن اللي حصل غير اللي اتقال. اتجوزوا بقالهم سنتين متجوزين، الحب ما يعرفش المسافات، لبست الطرحة والجلابية وبقت مصرية أصيلة. حكاية القابل زياد وليسا ولا في الأفلام، اتقابلوا صدفة واتجوزوا. يا ترى مين زياد وليسا وازاي اتجوزوا؟ ازاي بيعيش معاها اصلا؟ هل اتجوزها علشان هي غنية وبتصرف عليه؟ زياد وليسا حكايتهم طلعت حكاية، فيا ترى عايشين ازاي؟ انا ما اتجوزتش ليسا مصلحة ولا علشان اخد الجنسية ولا عايز منها اي حاجة زي ما اتقال عليا من ساعة جوازي منها. الموضوع جه معايا نصيب وصدفة. ده كان رد الشاب المصري زياد اللي اتجوز الروسية ليسا على أحد المتابعين، لما قال له مش من قلة بنات مصر رايح تتجوز روسية، والكل هجموا على جوازته دي، لكن هو قال إن بنات مصر تتشال على الراس وجوه العين، والمصريين يشرفوا أي حد في أي حتة، ولكن إنه نصيبه جه كده، وشايف إنه هو حر ومعملش حاجة غلط، بالعكس اتجوزه وقدام كل الناس وبموافقة أهلها وأهله، فليه الهجوم الكتير ده عليه؟ كمل وقال بنات مصر مش واقفين على زياد، ولولا وجود زياد مش هيتجوزوا، بنات مصر قدامهم اللي أحسن من زياد 100 مرة. بس يا ترى تعرفوا على بعض إزاي؟ زياد نشر فيديو بيحكي فيه إزاي عرف ليسا، وقال إنه هو كان شغال في شرم على مركب خاصة بالغطس، وهي كانت على المركب دي في رحلة بحرية جاية تتفسح زي سياح كتير. راح رحب بيها واتكلم معاها والموضوع انتهى. فجأة لقاها بعد 3 أيام عملت له متابعة على إنستجرام. هنا زياد دخل عليها بالدخلة المصري المعروفة، جاب رجليها، وبدأ الكلام بينهم رايح جاي والمكالمات والفيديوهات لحد ما تعلقوا ببعض. بس للأسف هي كانت سافرت روسيا وخلصت كمان أجازتها، لكن هو علشان راجل مصري لما حب يدخل البيت دخلوا من بابه، كلم أهلها وطلب إيديها منهم وخد موافقة أهله، والطرفين كانوا مرحبين جدا بالعلاقة دي، وحصل ونزلت مصر واتجوزوا رغم اللي اتقال إنهم مش هيعمروا مع بعض، لكن بقالهم سنتين متجوزين. كانوا متفقين يسافروا يعيشوا في أوروبا، لكن ليسا حبت العيشة في مصر ورفضت ترجع. المفاجأة إنها محبوبة جدا من أهل زياد ودايما بتكلمهم وعلاقتهم كويسة ببعض. زياد ما بيجبرش ليسا على حاجة، مديها الفرصة كاملة إنها تلبس براحتها أو اللبس المحتشم إلى حد ما، لكنها بتعرف كل العادات المصرية، بقت بتعملها في المناسبات زي رمضان. زياد من طنطا، ولما بينزل قريته هو وليسا بيلبسها الجلابية والطرحة، وده كان سبب هجوم بعض المتابعين عليه، إن مصريين كتير بيتجوزوا أجانب وبيخليهم يسلموا، فليه هو سايب لها الحبل على الجارب كده؟ بيحاولوا بكل الطرق يغيروا في محتواهم، لحد لما قرروا إنها تطلع تعلم الناس في الفيديوهات اللغة الروسية، بجانب فيديوهاتهم اليومية الخفيفة اللي بعض الناس شايفة إنهم لزاز وعندهم قبول. بس هي المسألة مسألة وقت. يا ترى انتوا مع ولا ضد ان مصري يتجوز اجنبية؟ وهل مصدقين ان زياد اتجوز ليسا علشان بيحبها بس ومبصش لأي مصلحة شخصية؟ تفتكروا بسبب تكاليف الجواز في مصر هو انجذب للأجنبية؟ يعني لقايمة ولا شبكة ولا مهر ولا هيدفع مليم في جوازته؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات.